يا ابو لما ناظر من اروع ما يكون. حاجه اخرى الله يبارك. ما تبانش راهي من هي. شوف الله يبارك، شوف المنظر، شوف ها منظر ما شاء الله. شوف يا شيخ بلال ها ايه الكارير والقار، هذيك القار ها والقار ولا 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 هذيك دي لا لا مش عبد هذا القار هكذا تبان شويه هذاك هو القار هذا هو واد زياد. هذا الواد يجي ما يلبس فريس وحمام هذا كان الطير ها كان الطير هذا يبيض فيه الطيور من نوع الشهيد التي هي في حالة الانقراض. مناظر ما شاء الله. شوف شوف يعني زمان كيف كانوا يختاروا الاماكن الباب ها هو الباب ها هذاك الباب راه هذا هو يسموه الباب هذا هو الباب ها هذا الباب اسمه الباب وهذه شوفها وهذا الباب صغير ها ها هو الباب صغير وهذه هذه يقول لها كدية الحرمة هذه ها ايه اللي راه كناب هذه كناب الاسد ايه ومن بعد هاي تقريرة وهاي جرجرة 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 المنطقة في ود بلد جوال البردي نواحي فراكسة قرية فراكسة ما شاء الله الله يبارك وشوف كيف كانوا يختاروا الأماكن من كانوا هاي البشرة ها يصورون البشرة هذه اللي بتاع بكري بتاع زمان هذه في زمان قبل الثورة هذا وكانوا السكان القدماء هذه البيوت مهدمة بيوت قديمة هذا ما قبل ما قبل الاستعمار هذه الأحجار آثار بيوت قديمة بيوت قديمة هذه ما قبل الاستعمار الفرنسي مناظر من أروع ما يكون هذه مناظر بلادي بلادي الجزائر هذه الأماكن التي نصطاد فيها الحجر والأرانب وهذه بمنطقة واد البردي تبع لمنطقة واد البردي الفلكسة والجبل الذي مقابله مقابلنا هذا فيه غار غار له زمن طويل استحوذت عليه المحجرة هذه أثر البيوت القديمة بيوت أجدادنا هذه قرية قديمة قرية قديمة بقى منها إلا الأثر أحجار في مكان مبنية على شكل بيوت مربعة هاي الأثر أثر البيوت الاستعمار لأجدادنا هذه هي بيوت بيوت قديمة جدا جدا هنا كانت بيت على شكل قرية مكان يسمى تاودامت هذه هي القرية القديمة أماكن العالية
هذا كان يختار الأماكن المرتفعة من أجل محاربة قطاع الطرق والنصوص. سبحان الله كيف كانوا يعيشون معيشة طبيعية. هاي بيوتنا هذا البيت، هاي الحجارة كيف كانت شكل البيت، بيوت متقاربة إلى بعضها البعض، البيوت كلها هذه قرية واحدة، شكل بيوتها متقاربة إلى بعضها البعض، بيوت مربع، بيوت كلها بيوت. انظروا إلى هذه الشجرة في وسط بيت، هذه الشجرة وهذا بيتها، هذا كذلك بيت، وهذا البيت ما زال أثره ظاهر للعيان. هذا البيت ظاهر، ما زال على شكل البيت، هذا الذي تبقى من هذه القرية، قرية قديمة جدا جدا، بيوت ما شاء الله، بيوت الباب. باب البيت، هذا البيت على شكل مستطيل، وهذه الأشجار كلها نبتت في وسط البيوت، هذه الأشجار كبيرة ضخمة. نصعد إلى الأعلى، إلى أعلى قمة هذا الجبل. فيه بيوت وكذلك هنا بيوت، بيوت كثيرة، هناك بيوت على شكل مربعات، بيوت كثيرة كثيرة جدا جدا، كانت قرية كبيرة. حوالي 50 عائلة أو 60 عائلة هذه بيوت، بقي منها إلا القصر. كان العالي جدا جدا، كل الأماكن يختارون هذه الأماكن العالية كانوا أذكياء جدا جدا. أجدادنا القدماء كان لهم ذكاء خارق للعادة. هذه هي بيوتهم، يقوم بتصويرها أو تكلم عنها أي أحد. منسية ونصعد لمكان عالي جدا جدا، كانت استراحة مع غروب الشمس 400 قديمة منسية.